صور الخدمات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها تتصدر المشهد مع اليوم الأول لانطلاق عام دراسي جديد، وتبعث برسائل طمأنينة للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد احترافية وقدرة أجهزة وزارة الداخلية على تأمين كافة الفعاليات وبسط الأمن في ربوع الوطن. احنا بننزل يوميا من الانشطه تسهيل حركه المرور في الشوارع، ولكن مع بدايه العام الدراسي وبدايه المدارس بيتم تكثيف الحملات المروريه وخدمات المرور امام المدارس لتسهيل وتنشيط حركه المرور على المواطنين اللي بيوصلوا اولادهم للمدارس. وزاره الداخليه وضعت خطه امنيه متكامله لتامين المدارس ومحيطها لضمان سير العمليه التعليميه بكافه عناصرها في هدوء. ووفقا للمخطط له تنفذها مديريات الأمن وبمشاركة كافة قطاعات الوزارة المعنية، تعتمد على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس وأقوال أمنية تقوم بعمليات تمشيط على مدار اليوم الدراسي لضمان الفاعلية المطلقة في التصدي لأي مظاهر سلبية أو خروج عن القانون. أنا جاية أصلا بدري، جاية لاقية الشرطة كلها واقفة قدام المدرسة على البابين. النهاردة أول يوم مدرسة وجينا لقينا ضابط وضابطة واقفين وعربيات شرطة في الشارع، وده ادانا الامان ان احنا مطمئنين في اول يوم مدرسه لينا. وقد شهد اليوم الدراسي الاول وجودا مكثفا لعناصر الشرطه النسائيه امام المدارس في استقبال الطلاب في اطار خطه وزاره الداخليه في التوسع في استخدام تلك العناصر في عمليات التامين بعد اعدادهن وتجهيزهن وفقا لاحدث الاساليب لاداء تلك المهام بكفاءه. احنا بنشارك في خطه التامين اللي بتنفذها وزاره الداخليه مع بدايه اليوم الدراسي، واحنا كعناصر شرطه نسائيه بنتواجد اكتر، تواجدنا اكتر عند المدارس اللي بتحتوي على البنات، عشان ده بيخليهم يحسوا بالطمانينه، واحنا بنحس ده في اسئلتهم وفي شعورهم وهم داخلين. انا ليا بنتين هنا في المدرسه والحمد لله قلبي اطمن اول ما شفت الشرطه قدام المدرسه، وانا هيك مرتاحه لانه بنتي كل ما تدخل مدرسه يكون في شرطه في شيء أنا بأمن يعني. وقد لفت الانتشار الأمني الفعال مع بداية العام الدراسي الجديد نظر الطلاب وأولياء الأمور، حيث ثمنوا غاليا جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على أبنائهم ما أشعرهم بالأمان والطمأنينة. وجود الخدمات الأمنية في الشارع ادتني رسالة أمان ليا ولبنتي، بنتي قالت لي ما تجيش معايا تاني. أنا مطمن عليهم لأنهم هم موجودين في مكان كويس ومتأمن تماما من كل النواحي الاداريه والامنيه. الاولاد في كل حته شايفين امن، حتى النهارده بقول لبنتي الصبح وانت جايه المدرسه يقول لي مش عارفه الطريق، اروح لاي عسكري مرور قولي له يعديك، هو ان شاء الله هيعديك. ما شاء الله الشرطه هنا ما شاء الله واخده بالها من المدرسه ومن الاولاد والدنيا تمام، ونشكركم جدا جدا. مظله امنيه متكامله بسطتها وزاره الداخليه لتامين سير العمليه التعليميه بكافه عناصرها، وتؤكد الجاهزيه المطلقه للوزاره وفعالية الخطط الأمنية الموضوعة لهذا الغرض وكفاءة العناصر القائمة على التنفيذ، وهو ما انعكس على تلك الوجوه التي تشعر بالارتياح والأمان في ظل شرطة قوية تحميهم.